الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والتعليمي، برحب بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ احمد وبالساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم عن الملامح الجديده اللي كشف عنها الوزير، عايز اعرف من حضرتك تعليقك عليها ايه، وشايف ربما هذه الملامح تؤتي ثمارها بالنسبه لامر الثانويه العامه؟ لا للاسف الشديد انا مش شايف يعني اي حاجه حقيقيه في الكلام اللي اتقال، وشايف انه خطورته يعني كثيره جدا، وخليني اخدها اولا واحده واحده مع سيادتك. تمام. انه يعني اذا جاز كما يقول الوزير انه هذا النظام من المتصور ان يبدا سنه 2020، يعني معنى الكلام ده انه اولادنا في المرحله، اهلا حبيبي، ان اولادنا في المرحله الاعداديه هم اللي المفروض هيخضعوا لهذا النظام في المرحله الاعداديه دلوقتي. يعني الثانويه العامه هتبقى في الاعداديه ولا ايه؟ انت قصدك على ايه؟ اللي في المرحله الاعداديه هم اللي دول سنه 2020 هيكونوا في الثانوي. تمام. ما هي الخطه التي وضعتها الوزاره لاعداد هؤلاء الاولاد للنظام الجديد؟ تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا يا استاذ احمد خبره سابقه لما وزير التعليم الاسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين قال اننا هنوزع جهد الاسر المالي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي في سنتين، فهنحسب مجموع الثانويه العامه مش على السنه الثالثه فقط وانما الثانيه والثالثه. كان هذا من الممكن ان يكون حقيقيا لو تم تغيير في اليات العمليه التعليميه، في المهارات التي يحفزها التعليم زي والتعلم، زي في عوده في تغيير نمط ونظام الامتحان، ولكن لانه حافظ على امتحان الفرصه الاخيره. طب يعني هو الملامح بتاعت وزير التربيه والتعليم دكتور فكانت النتيجه انه ضاعف الجهد. تمام. بدلا من ان يكون في سنه واحده اصبح في سنتين. طيب ثواني بس يا دكتور قبل ما نروح لنقطه ثانيه. دي بس قبل ما تقول لحضرتك. تمام. لما احنا هنقطع العلاقه ما بين الثانويه العامه وما بين الجامعه، هنوجه لها جهد ليه بقى؟ وهنهتم بيها ليه؟ ما حدش هيهتم بيها طالما اننا قطعنا العلاقه بين الثانويه العامه، يبقى مفيش داعي لكلامنا وكلام سيادتك. طيب دكتور انت شايف الحل ازاي؟ يعني هو الملامح الجديده بتقول ان الثلاث سنين هيوزع عليهم المجموع، بمعنى اصح او مش المجموع، بيتكلم عن تقديرات بمعنى جيد ممتاز وما الى ذلك، وبالنسبه لاختيار الكليه هيكون في اختبارات ثانيه خاصه بالكليه. بالظبط. تمام. جميل جميل. طيب انا مع سيادتك، ولكن ايه اللي هيحصل بالظبط علشان نخلي الموضوع قدرات، وانه يبقى فيه قدرات ويبقى فيه انشطه ويبقى فيه ابحاث؟ ايه الخطه اللي متقدمه لده، سواء على مستوى المناهج، سواء على مستوى الامتحانات، سواء على مستوى المعلمين واوضاع المعلمين؟ وبعدين انا مصمم على النقطه اللي بقول لسيادتك عليها، لما انت هتقطع العلاقه ما بين المجموع وما بين الجامعة، خلاص يبقى كلامنا بقى حوالين إصلاح أحوال المعلم، إصلاح أحوال المدارس، عودة الطلاب، ده كله ده ملوش لازمة، لأن أنت بتاخد شهادة في الأصل تحطها في البيت وتقول ما هو ده ممكن يكون يفتح المجال شوية يا سيدي دكتور. أنا بس في حاجة، ما هو ده ممكن يوصلنا أو يفتح المجال شوية أمام اختيار الكليات. يعني إحنا خلينا نكون يعني إحنا بنتكلم بصراحة، ان دايما عندنا في البيوت واحنا في الثانويه العامه دايما الموجود في البال ان احنا عايزين نخش طب وبعد كده هندسه، ليه المجموع العالي بقى ده شاطر؟ لكن دلوقتي لما يكون المجال مفتوح امام الاختيار، بمعنى ان انا حابب الهندسه اخش هندسه، مش هستنى ان انا اجيب مجموع عالي عشان ارضي او عشان الوضع الاجتماعي يبقى انا في هندسه او طب، فبالتالي كل واحد بيدور على تخصصه. ولكن هل يعني انا افهم انك تقول لي انت حرمتني من كلية الطب لاني جبت درجة وحشة في التربية الفنية؟ هو دلوقتي مش هيحرمه، هو دلوقتي فيه اختبارات قدرات على مدة خمس سنين. استناني طب تمام. يعني مش عارف اقول ايه، استناني اديني فرصة. تمام اتفضل. المكتب التنسيق ايام ما كان عندنا عملية تعليمية كفء وبنتعلم في المدارس فعلا، ومكتب التنسيق اللي انا دخلت على اساسه كلية التربية كنا بنحترمه وشايفينه معيار كويس للعداله، طبعا مش بيراعي القدرات بشكل دقيق ولكنه كان معيار كويس طالما
انه العمليه التعليميه والامتحان ومكتب التنسيق بيتوفر فيه عنصرين اساسيين وهم العداله وتكافؤ الفرص. تمام. انما اللي حاصل لان الوزاره فشلت في حمايه الامتحان وفشلت في منع الفساد في بعض الكنترولات، وبالتالي اصبح المجموع ملوش معنى. انما كمان انا عايز اضيف يا استاذ احمد، ما ينفعش ما فيش نظام تعليم في الدنيا يقول انه اللي جايب 50% علم علوم زي اللي جايب 98% علم علوم تعالوا خشوا امتحان قدرات. ما فيش نظام في الدنيا بيعمل كده. انا افهم ان انك تقول يعني هي المشكله جايه منين؟ من ان كليه الطب بتقول والله انا عايز 1000 طالب، ال 1000 طالب دول جايبين 99% هاخدهم. انما اللي شاطر وعبقري في العلوم بس يعني غلط في اللغه العربيه فما جابش ال 99 فمش داخل. وعشان كده انا افهم انك تنزل بالمجموع لغايه 90% وتعمل اختبارات قبول، ده يبقى كلام مفهوم. انما تعصف بالمجموع خالص دي مساله ما فيش نظام تعليم في الدنيا بيقول لك انا ماليش دعوه بالخبره التعليميه السابقه عندك، ده ما حصلش. طب اختبار القدرات دي ما مش ممكن توازي هذا الامر؟ لا طبعا. لا وبعدين اختبار قدرات يا فندم اللي انت هتعمله 2020 ده كان المفروض يكون شغال بقاله 5 سنين وبنشوفه وبندرسه وبنشوف صدق الاختبارات وثبات الاختبارات وقدرتها على ان تقيس ما وضعت من اجله وصيانتها من التدخل الشخصي والطائفي والاجتماعي. يعني للاسف الشديد يعني احنا ما عندناش غير مكلمه. غير حاجه مهمه بقى حضرتك، واسمح لي الوم الاعلام وانا بلوم الاعلام في كده، انه الاعلام بيركز على القضايا الاعلاميه على الثانويه العامه، لكن انت عندك دلوقتي مدارس اصبحت ساحات قتال، انت عندك مدارس الاولاد ما بيروحوش، انت عندك مدرسين محبطين ويائسين، وبعدين فيه ارضيه اساسيه لاي تطوير للتعليم قبل ما تتكلم لي عن نظام الثانويه العامه ونظام القبول في الجامعات، احنا محتاجين معلم راضي عن مهنته، محتاجين اولاد بيروحوا المدارس، محتاجين عمليه تعليميه حقيقيه، وبعد كده نبقى نتكلم بقى في نظام الثانويه العامه. شكرا لك يا فندم، شكرا لك، شكرا لك.